هل تقول تكفر الأزهر؟ معاذ الله، لا نكفر الأزهر أبدا ولا نكفر الأشاعرة، بل الأشاعرة ضلال لكنهم ليسوا بكفار. والصوفية طرائق كثيرة جدا، منهم الموغل فيها الذي يقول كابن عربي الزائغ، يقول المقولات القبيحة التي لا أحب أن أذكرها الآن، ومنهم صوفية ليسوا بكفار لكن لا أكفر الأزهر. كبرت كلمة تخرج من في الذي ذكر ذلك عني، ولم أكفر الأشاعرة مع اعتقادي أنهم ضلال فيما ذهبوا إليه من نفي الصفات، مع ذلك لا أكفرهم، وكذاب أشر كذب علي من قال إنني أكفر الأشاعرة. وهناك من يتعمدون قص الكلام من المنتصف ولصق بعضه ببعض، الله يكفينا شرهم. الحمد لله منهجنا ليس التكفير، الحمد لله، لأن حياة في الدعوة إلى الله، ما مسلكنا التكفير إلا الذي جاءت فيه نصوص ثوابت من الله ورسوله. بارك الله فيك.